كوفيد-19 هو مرض جديد يسببه كورونا، الفيروس الغامض الذي تسبب بذعر الكثير من الأشخاص حول العالم. The disease, a lot of people are just calling corona or the coronavirus. And this is like totally understandable. The main symptoms for COVID-19 can overlap with those of common illnesses like the flu. خليك مسؤول نوع النزول، حافظ على نفسك، حافظ على غيرك، خليك قد مسؤولية، خليك في البيت عشان سلامتك وسلامتك. كورونا مش تعرف، خليك في البيت، حافظ على نظافتك، لو مش خايف على نفسك خايف على أهلك وبلدك، وخليك في البيت، حرصا على سلامتك خليك في البيت. أنس حسام، عشان سلامتك خليك في البيت، for your safety stay home. أمير ويل، علشان سلامتك خليك في البيت. عاصم أحمد، حافظ على سلامتك خليك في البيت. محمد محمود سعد النقاب، لسلامتك خليك في البيت. عشان سلامتك وسلامة أسرتك خليك في البيت. معاكم مالك راشد. والطالب أنس محمد الجمل، احمي نفسك احمي بلدك، اقعد في البيت، حافظ على نظافتك الشخصية، واغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، والزم بيتك هذه الايام كي تحافظ على سلامتك ومن تحب. علشان سلامتك خليك في البيت. احمد حسن بكري، لاجل سلامتك وسلامة وطنك خليك في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد أكرم، لسلامتك ولسلامة أسرتك خليك في البيت. كورونا خطير بس احنا أقوى منك، خليك في البيت، احمي نفسك احمي بلدك.